ان شاء الله. بس اهم حاجه زي ما بقول دايما، هو ماتش وكل بيت فيه الزمالكاوي والاهلاوي، شجع براحتك ووقف في ظهر فرقتك، ده طبيعي دورنا كمشجعين ان انت دايما تحفز وتتكلم على فرقتك كويس وتكبر فرقتك. بس بلاش يا جماعه بعد الماتش، بلاش شتيمه، بلاش تجاوزات، العالم كله مش لازم العالم كله، بلاش العالم كله، افريقيا كلها تتفرج علينا، البلاد العربيه كلها تتفرج علينا. فيا ريت اللعيبه تبقى عارفه وواعيه بالموضوع ده، يا ريت اللعيبه تبقى عارفه ان الناس بتبص علينا دلوقتي مش كفرقتين بيلعبوا ماتش عادي، لا، ان عايزين يشوفوا الكوره في مصر عامله ازاي فنيا. عايزين نشوف ماتش حلو ان شاء الله باذن الله، ماتش حلو ما فيهوش خناقات، ما فيهوش تجاوزات. اللي يكسب نقول له مبروك، اللي يخسر هارد لك، ما يبقاش بعد الماتش اللي يخسر يعمل مشاكل او يعمل يبقى في خناقه او شد وجذب. وحتى لو في حد شد، وده اكيد ممكن يحصل في ماتش زي ده، لازم اللعيبه الكبار تهدي الموضوع وتخلي الموضوع في اطار الكوره، لان الحاجات دي بتفرق جدا، والناس بره ما عندهاش الشده بتاعتنا، هم بيتفرجوا من بعيد، هم عايزين يشوفوا الناس بتلعب كوره ازاي، وصلوا ازاي. وعايز اقول برضو حاجه، ان انا وجهه نظري ان ده اول مره الزمالك هيلعب كاس او فاينل كاس، بس مش اخر مره. انا اعتقد ان الزمالك هيلعبوا تاني قريب فاينل، لان قياسا بالفرق اللي قدامنا في افريقيا انا شايف الزمالك الاهلي هم الاحسن بصراحه الفتره اللي موجوده فيها دي اللي احنا فيها بمساحه يعني. كل شيء بيتغير في كره القدم طبعا، لكن بقول لك ده اول مره، بس في خلال 5-6 سنين الزمالك والاهلي هيلعبوا تاني فاينل افريقيا اعتقد تاني يعني. قول لهم ما تاخدوش اي نتيجه على اعصابكم، كله بيعدي كله بيعدي. وخساره ماتش عمرها ما هتاثر على تاريخ الزمالك ولا تاريخ الاهلي. فرقتين كبار، والفرقتين لما كانوش فرقتين كبار واكبر فرقتين في افريقيا، ما كانش كل العالم مستني الماتش. كل الناس عايشه في كندا، ناس عايشه في امريكا، ناس عايشه في كولومبيا، ناس عايشه في المكسيك، عندي ناس اصحابي عايشين كل حته في العالم مش عارفين يناموا دلوقتي لغايه مستنيين الماتش. ده دليل ان الفرقتين كبار قوي يعني، واللي بيحاول يقلل من اي من الفرقتين مش ذكي يعني، لان الذكاء ان انت تفضل تخلي المنافسه موجوده. المنافسه دي هي اللي بتخلق الحلاوه اللي احنا عايشينها اللي هي